الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وإتاحتها للمواطنين بشكل ميسر. مدبولي يبحث مع محافظ البنك المركزي مؤشرات السياسة النقدية وآخر مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وكالة الطاقة الذرية تتحدث عن مؤشرات إيجابية من موسكو وكييف بشأن إقامة منطقة أمنية حول محطة زابوريجيا النووية. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص حوافز مجزية لتشجيع المتفوقين من طلاب برنامج أشبال مصر الرقمية لتعزيز التنمية البشرية وبناء القدرات للنابغين في قطاع تكنولوجيا المعلومات. كما وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسرعة الانتهاء من مشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وإتاحتها للمواطنين بشكل ميسر. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد وجه السيد الرئيس بتخصيص حوافز مجزية لتشجيع المتفوقين من طلاب برنامج أشبال مصر الرقمية، وذلك لتعزيز التنمية البشرية وبناء القدرات للنابغين في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وقد عرض الدكتور عمرو طلعت سير العملية الدراسية بجامعة مصر المعلوماتية إلى جانب الموقف التنفيذي لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من إنشاء المدينة على أعلى مستوى تكنولوجي، فضلاً عن التوسع في إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية لإتاحة أنشطة التدريب ورعاية الإبداع وريادة الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الاتصالات عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور تدعيم البنية التحتية والمعلوماتية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من مشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وإتاحتها للمواطنين بشكل ميسر ومحوكم لارتباطها الوثيق والمتكامل مع عملية التنمية، بما في ذلك التوسع في شبكة الإنترنت الأرضي فائق السرعة عن طريق نشر استخدام شبكات الألياف الضوئية، وكذلك زيادة أعداد أبراج المحمول لتحسين الخدمة في كافة ربوع الجمهورية. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي محافظ البنك المركزي حسن عبد الله لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية. تناول اللقاء استعراض المحاور التي سيتم مناقشتها وطرحها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالإعداد له، بحيث يتم خلال جلساته مناقشة المقترحات والرؤى التي من شأنها دعم مختلف قطاعات الاقتصاد المصري وسبل مواجهة التحديات الحالية. وخلال اللقاء قال رئيس الوزراء إنه يجرى الاستعداد لانعقاد المؤتمر والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية للوصول إلى أجندة فعاليات تتضمن العديد من الموضوعات والملفات ذات الأهمية للاقتصاد المصري وما يتعلق بالصناعة والتصدير وفرص الاستثمار المتاحة وكذا المقومات والإمكانات الموجودة على أرض مصر، بما يجعلها قبلة للمستثمرين خلال هذه المرحلة. هذا وقد تناول اللقاء أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات وقرارات في إطار التعامل مع الموقف الاقتصادي في ظل الأزمات العالمية الحالية، وذلك بما يحقق التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي. كما تناول اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ونقاط التقدم المحرزة وصولا للاتفاق النهائي مع الصندوق.
قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ العديد من المطالب للصناع وتقديم المزيد من التيسيرات، مشددا على أن الهدف الأسمى للحكومة حاليا هو كيفية القفز بقطاع الصناعة. وأعلن مدبولي خلال لقاء عقده مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية عن بدء الاستعدادات لعقد مؤتمر اقتصادي تنفيذا لتكلفة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الموضوعات المتعلقة بملف الصناعة وسبل النهوض به، كذلك إجراءات تعميق الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات ستستحوذ على النصيب الكبير من الجلسات. اختتم الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية فعالياتها، والذي استمر على مدار 3 أيام. وأصدر الاجتماع عددا من التوصيات، من أهمها تشجيع جهود دمج اللاجئين في سوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة، والدعوة لاعتبار حماية البيئة حقا دستوريا أصيلا، والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور، ودعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية، وكذلك العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين. كان رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي قد أكد خلال الجلسة الختامية على أن الرقابة الدستورية تمثل جزءا مهما في عملية التنمية. وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا حرص القائمين على المؤتمر على أن تكون الجلسات شاملة لمختلف الإشكاليات والتحديات أمام القاضي الدستوري فيما يتعلق بعناصر التنمية. كان اجتماعنا هذا للتباحث بشأن دور الرقابة الدستورية في تنمية الشعوب الإفريقية، وإيماناً منا بأن السلام الاجتماعي هو الأساس الذي تنهض عليه تنمية شعوبنا، وأنه يقوم على ركيزة أساسية تضمن تحقيق المساواة بين سائر المواطنين، لتكون المواطنة بما تحمله من الإقرار بتساوي الحقوق والواجبات بين أطياف المجتمع ومكوناته، هي الدعامة الدستورية التي ترسخ له وتوطد أركانه. فكان الحق في المواطنة هو موضوع جلستنا الأولى. من جانبها أكد المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن توصيات اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية سيكون لها عظيم الأثر في التنمية بالقارة في إطار السعي للنهوض بشعوب أفريقيا. وأضاف المستشار طارق شبل أن نجاح الدورة السادسة جاء بسبب المناقشات الجادة والحوارات العميقة والبناءة في المسائل التي تضمنها جدول أعماله والتي تخص الشأن الأفريقي. عمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعا دون اعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر، ومنها أيضا دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عادلة بشأن تنظيم استغلال الثروات الطبيعية المشتركة، ومنها الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل، والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور. ومن أهم التوصيات أيضا التأكيد على كفالة الحد الأدنى للاحتياجات الأساسية لكل أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.
استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له بمقر الهيئة، ذلك على هامش زيارته الرسمية لمصر. استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له بمقر الهيئة، وذلك على هامش زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية بحضور اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة. وأكد رئيس هيئة قناة السويس على الاهتمام الكبير الذي تليه الدولة المصرية لمشروعات تطوير قناة السويس، انطلاقا من أهميتها الاستراتيجية ودورها الحيوي في خدمة حركة التجارة العالمية، فيما أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية عن أهمية قناة السويس باعتبارها شريانا حيويا للعالم أجمع، مشيدا بالرؤية المصرية لتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس. كما تضمنت الزيارة جولة بحرية بقناة السويس الجديدة تابع من خلالها انتظام حركة الملاحة داخل القناة. تأتي الزيارة في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في كافة المجالات، وكذا المساعي المشتركة لدعم السلام والتنمية ومواجهة التحديات الراهنة. تنظم القوات المسلحة دورة تدريبية للعناصر النسائية المقرر مشاركتهن ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بجمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك بالتعاون مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام التابع لوزارة الخارجية. تتضمن الدورة عقد العديد من المحاضرات لتأهيل العناصر النسائية المشاركة في عملية حفظ السلام وزيادة الوعي لديهن بما يعزز من قدراتهن في القيام بكافة المهام. يأتي ذلك استمرارا لدور مصر الداعم للأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية والمشاركة الفعالة لمصر ضمن قوات حفظ السلام بالعديد من الدول. استقبل وزير الداخلية محمود توفيق الوزير أول المنسق للأمن الوطني بسنغافورة تيو تي شيهين والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لمصر. تناول اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وأعرب الوزير أول المنسق للأمن الوطني بسنغافورة في بداية اللقاء عن سعادته البالغة بزيارة القاهرة والتي تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط الجانبين. وأشاد الوزير الأول بالحالة الأمنية المستقرة التي تشهدها البلاد حاليا بفضل الجهود الأمنية المتواصلة لأجهزة الشرطة المصرية، مؤكدا على تطلعه لتعزيز وتطوير أطر وآليات التعاون ومستويات التنسيق مع أجهزة الوزارة وتفعيل قنوات تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب للاستفادة من الخبرات الأمنية المتميزة لوزارة الداخلية المصرية في هذا المجال. من جانبه رحب وزير الداخلية بزيارة الوزير الضيف ومرافقيه للقاهرة، مشيرا إلى عمق علاقات الصداقة والمودة التي تربط حكومتي وشعبي البلدين والتي انعكست بصورة جلية على مجالات التعاون الثنائي في شتى المجالات، مؤكدا حرصه على الارتقاء بمستويات التعاون الأمني وتبادل المعلومات في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والإلكترونية بمختلف أشكالها للاستفادة من الخبرات الأمنية بالدول الصديقة. استضافت وزارة الداخلية المؤتمر الثامن لمسؤولي حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العربية، والذي ناقش على مدى جلساته سبل تعزيز العمل العربي الأمني في مجال حقوق الإنسان. وجاء انعقاد المؤتمر بمصر تقديرا لدورها الريادي في مجال العمل الأمني الذي يراعي الأبعاد الإنسانية. مشاركة واسعة من الوفود العربية في المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العربية المنعقد بالقاهرة، والذي سبقه عدد من ورش العمل التحضيرية حول تجارب الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان ومقترحات حول تفعيل دور المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام في مجال حقوق الإنسان. كما عقدت على هامش المؤتمر ورشة عمل مشتركة مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فرونتكس حول احترام حقوق الإنسان في المنافذ الحدودية.
No, I think the location is perfect. The facilities have been perfect for such a conference. I think it also sends a very good message to hold this conference in coordination with the Police Academy of Egypt, thus showing that fundamental rights and human rights is a central subject in the formation of our police and our border guards. Of course, this is a regional event. It is addressing important topics like human rights. But the fact that it is being held in Cairo, I think it is a positive momentum also for the EU-Egypt interaction on an important topic like human rights, but also migration related. هذه الجلسات التحضيرية أثمرت عن رؤى ومقترحات تم بلورتها ومناقشتها خلال انعقاد المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العربية، والذي شهد مشاركة عدد من المنظمات العربية والأجنبية المعنية بحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتناول آليات تفعيل وتعزيز العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان، حيث أشاد المشاركون بدقة تنظيم المؤتمر وبالخطوات الواسعة التي قطعتها مصر في مجال احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني. مصر من اهتمامها في مجال حقوق الإنسان يعني شرفتنا بأن استضافت هذا المؤتمر، أيضا تفضلت بأن تجعل هناك منح في عملية حقوق الإنسان، وأيضا عملية قيام بأعمال تدريبية في مجال حقوق الإنسان. This meeting is extremely important for us because it gives us an opportunity to discuss with all the member states of the Arab League the situation of human rights in the region and how we can help strengthening capacities in implementing them. We have a long-standing partnership with the Ministry of Interior in Egypt also, and we work in a variety of fields within our mandate. That includes training for police officers in investigation of crimes and investigation of violence against women crimes. تضمن المؤتمر مناقشة الممارسات الفضلة والبرامج التدريبية والتثقيفية المختلفة التي تقوم بها وزارات الداخلية العرب في مجال حقوق الإنسان، فاستعرضت بعض الدول العربية هذه الأنشطة المختلفة وتبادلت الخبرات في هذا المجال، وكانت تجارب مهمة وقيمة. وقد ثمن المؤتمر في توصياته الختامية التجربة المصرية في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل والأساليب الحديثة في التعامل مع النزلاء، مع دعوة الدول الأعضاء للاستفادة منها. التجربة المصرية تجربة رائدة، أنا أعتبرها تجربة عالمية، تجربة عربية مثلها يجب أن يقتدى ويجب أن تقيم هذه التجربة، لأنها تعكس الرغبة الحقيقية للدولة المصرية في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية. التجربة المصرية في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل كانت محط اهتمام وإشادة المشاركين في المؤتمر، مع الرغبة في مشاهدتها ميدانيا، وهو ما حرصت عليه وزارة الداخلية من خلال تنظيم زيارة ميدانية للمشاركين لمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون للاطلاع على هذه التجربة الفريدة التي استطاعت مصر من خلالها أن تحقق نقلة نوعية في منظومة السياسة العقابية الحديثة بما يراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فالنزلاء يتم إعدادهم للاندماج في المجتمع وفقا لبرامج إصلاحية مميزة، كما يتم توفير رعاية صحية فائقة للنزلاء من خلال المركز الطبي الموجود به وتجهيزاته التقنية العالية. أعتقد هذه خطوة جدا رائعة مميزة، وتبين مدى حرص الحكومة المصرية ووزارة الداخلية في مصر على حقوق هؤلاء النزلاء وتقديم كل الخدمات. دولة تحترم أفرادها بمختلف الوضعيات متاعهم، سواء خارج السجن ولا داخل السجن، ودولة تحب تصلح أبنائها داخل السجن وترجعهم مواطنين ينجموا يندمجوا في الدورة الاقتصادية والاجتماعية. هاي تجربة رائعة جدا، طلعنا على تجربة فريدة من نوعها، وهي التجربة إن شاء الله تكون يعني عامة على كل الدول العربية. وقد حرصت الوفود على تدوين ملاحظاتهم عن مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، وهو ما يعكس حرصهم على نقل تلك التجربة المتقدمة والاستفادة منها في الإصلاح والتأهيل إلى بلدانهم
وفقا لما أكدوه، وهو ما يعكس الرؤية المصرية الواضحة والناجحة فيما يتعلق بحق الإنسان وفقا لما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما تم تنظيم على هامش المؤتمر زيارة ميدانية للمشاركين لأكاديمية الشرطة، شاهدوا خلالها مرافقها المتنوعة وكياناتها التعليمية والتدريبية، وتعرفوا خلالها على إسهاماتها الفعالة في العمل الأمني من خلال إعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلي والدولي وفقا لأعلى النظم التدريبية الحديثة، مع التأكيد على الجوانب الإنسانية في العمل الأمني. حقيقة شيء يثلج الصدر، شيء يفرح بأن في مثل هذه المؤسسة الأمنية نجد هذا التنظيم الجميل، المباني والمشبهات والتدريب العالي المستوى في مجال حفظ الأمن، بالإضافة لذلك أن هناك كثير من المواد المتعلقة بحقوق الإنسان والتشريعات تضمن ضمن هذه المناهج، وهذا الحقيقة شيء نفخر به. هكذا يتم ترسيخ حقوق الإنسان من خلال المناهج الدراسية داخل أكاديمية الشرطة، والتي احتضنت المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العربية، وجاء انعقاده بمصر تقديرا لدور مصر الريادي في ترسيخ العمل الأمني بمفهومه الإنساني. تواصل وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 151 طن. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط 8 أطنان، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي فتم ضبط 138 طن. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 723 قضية، من بينها 157 قضية خبز ناقص الوزن و120 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. استقبل وزير الخارجية سامح شكري تيو تشيهن الوزير الأول السنغافوري لتنسيق السياسات الأمنية رئيس اللجنة الوطنية لتغير المناخ. وخلال اللقاء أعرب شكري عن اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة التي تجمعها بسنغافورة، مشيدا بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، مؤكدا اهتمام مصر باستمرار تطوير هذه العلاقات والدفع بها قدما إلى آفاق أرحب في شتى المجالات. وتناول اللقاء الموضوعات المطروحة على أجندة عمل المناخ الدولي، حيث ناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لانعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي وعوامل نجاحها وكيفية تنسيق الأولويات وتوفير التمويل والتكنولوجيا للدول النامية لتحقيق أهداف العمل المناخي الدولي. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة عن مؤشرات إيجابية في مشاورتها مع كييف وموسكو لإقامة منطقة أمنية حول محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية. وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن كلا البلدين يتعاونان مع الوكالة بشأن منع الأنشطة العسكرية مثل القصف الذي دمر خطوط الكهرباء بالمحطة وعرض أمنها للخطر. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده قادرة على التعامل مع الضغوط الغربية. وقال بوتين خلال اجتماع حكومي لبحث الشأن الاقتصادي إن تكتيك شن حرب عابرة وسريعة ضد روسيا لم ينجح. روسيا تتعامل بثقة مع الضغوطات الخارجية، خاصة العقوبات المالية والتكنولوجية المفروضة من قبل بعض البلدان. تكتيكات الحرب الخاطفة الاقتصادية التي كانوا يعتمدون عليها لم تنجح، وهو أمر واضح للجميع. لقد تعاملنا مع العقوبات الغربية بفاعلية من خلال استهداف آليات دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي على أن المفاوضات مع روسيا لن تكون ممكنة إلا بعد ما وصفه بالتحرير الكامل لجميع أراضي بلاده. وأضاف زيلنسكي أنه من الممكن في حال تحقيق ذلك إشراك دول ومؤسسات دولية بالمحادثات. في المقابل علق نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف على عدم رغبة الرئيس الأوكراني في إجراء حوار مع بلاده بأنها محاولة لتصعيد سقف المطالب الأوكرانية. تعهد البيت الأبيض بمواصلة دعمه لأوكرانيا حيث يستعيد الجيش الأوكراني الأراضي التي استولت عليها روسيا. في الأثناء قال الجيش الأوكراني إنه استعاد خلال هجومه المضاد المتواصل منذ أسبوعين مساحات من الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية جنوب البلاد. وأوضحت الناطقة باسم الجيش في جنوب أوكرانيا أن القوات الأوكرانية حررت 500 كيلومتر مربع في عدد من البلدات جنوب البلاد. أكدت الرئاسة الروسية أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر إلى أن تحقق أهدافها، مستبعدة سحب القوات الروسية من محطة زابوريجيا. في سياق متصل قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية تشن ضربات جوية على القوات الأوكرانية في منطقة خاركيف، كما أعلنت مقتل نحو 250 عسكريا أوكرانيا في غارات روسية على القوات الأوكرانية في كوبيانسك وإزيوم بخاركيف. توقع معهد آيفو الألماني للإحصاءات انكماش الاقتصاد الألماني العام المقبل، وتوقع المعهد أن ينكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 3% في 2023، بينما رفع من توقعاته للتضخم لنفس العام بمقدار 6 نقاط مئوية إلى 9.3%. تعتزم الحكومة الروسية تخصيص حوالي 100 مليار روبل لدعم وتحسين استقرار الاقتصاد الروسي. وذكرت مصادر روسية أن 15 مليار روبل ستكون مخصصة لتوسيع إنتاج طائرات الركاب و25 مليار روبل أخرى لدعم نظام إدارة الحركة الجوية. وأكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات المفروضة على موسكو بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، وأعلنت اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا. كشفت بيانات رسمية تراجع نمو الاقتصاد البريطاني وسط انكماش لقطاعي الانتاج الصناعي والبناء. وحقق الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 2% في يوليو، ذلك بعد انكماش بنسبة 6% في يونيو الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. يبحث صندوق النقد الدولي توفير تمويل طارئ للدول التي تواجه صدمات أسعار الغذاء بسبب الحرب. وأوضحت وكالة رويترز أن ذلك سيتيح للصندوق مساعدة أوكرانيا والدول الأخرى التي تضررت بشدة من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بدون فرض الشروط المطلوبة في برامج التمويل العادية. نشرة التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. مجلس السيادة السوداني يرحب بمشروع الدستور الانتقالي الجديد ويدعو جميع الأطراف للحوار شامل وعاجل. بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي مع السفير الإسباني لدى العراق سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار، بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب. وخلال اللقاء أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب في إطار التعاون البناء مع حلف الناتو بمجال المشورة والتدريب، بما يعزز من قدرات القوات الأمنية والعسكرية العراقية.
بحث رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مع سفيرة فرنسا لدى لبنان أنجيريو الأوضاع العامة في البلاد وانتخابات الرئاسة المقررة قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي ميشيل عون في 31 من شهر أكتوبر المقبل. وقال سفيرة فرنسا لدى لبنان أن المباحثات تناولت الاستحقاقات الدستورية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مؤكدة ضرورة المضي قدما في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. أكد نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو عن ترحيبه مشروع الدستور الانتقالي الذي عكفت على إعداده اللجنة التيسيرية لنقابة المحامين السودانيين. وأشار دقلو إلى أنه يدعم كل الجهود التي تسهم في التغلب على المصاعب التي تواجه البلاد. كما دعا نائب رئيس مجلس السيادة جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل عاجل في حوار شامل يفضي إلى اتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية ما يحفظ أمن واستقرار البلاد، لافتا إلى أنه سيطلع على ما جاء في مشروع الدستور لإبداء الرأي وتقديم الملاحظات بشأنه. Queen Elizabeth was a life well lived. Promise with destiny kept, and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today. أقيمت مراسم تأبين الملكة إليزابيث الثانية في كاتدرائية سان جايل بإدنبرا بحضور الملك تشارلز الثالث. ووصل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى كاتدرائية سانت جايل في إدنبرا، حيث رافق الملك تشارلز الثالث وأشقائه الثلاثة نعش والدتهم في موكب جنائزي. ومن المقرر أن يظل نعش الملكة إليزابيث حتى يوم الثلاثاء ليتسنى للمواطنين تقديم تعازيهم الأخيرة. كان مجلس العموم واللوردات البريطاني قد تقدم اليوم بتعازي للملك تشارلز الثالث في وفاة والدته الملكة إليزابيث. ووصل الملك الجديد وزوجته كاميلا باركر في وقت سابق من اليوم إلى إدنبرا لتلقي العزاء في الملكة إليزابيث الثانية، كما انضمت إليه شقيقته آن وشقيقاه أندرو وإدوارد. وفي كلمة له أمام أعضاء مجلسي العموم واللوردات، قال الملك تشارلز الثالث إن الملكة إليزابيث الثانية أفنت حياتها في خدمة بلدها وحافظت على النظام الملكي الدستوري. وأكد الملك تشارلز الثالث على أن تقاليد المملكة الديمقراطية عريقة وأصيلة، متعهدا بأن يسير على نهج الملكة إليزابيث. البرلمان هو الأداة الحية للديمقراطية، وهي تقاليدكم العريقة، ونراها في بناء هذا المبنى، ويذكرنا بمن سبقونا في هذه المناصب التي الآن أنا أحتل آخرها. وأيضا قناعة الملكة الأم الراحلة بساحة القصر الجديدة التي تمثل احتفالية يوبيلها، وكذلك ساحة اليوبيل الذهبي، وهذه الجدارية الزجاجية التي تمثل اليوبيل المسيح. هذه أيضا هديتكم الثمينة للملكة الراحلة. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف في إثيوبيا إلى وقف الأعمال القتالية في منطقة تيغراي، وشجع الأطراف على المشاركة بنشاط في العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي دون تأخير
وتهيئة الظروف المواتية لإجراء المحادثات، مجددا التأكيد على استعداد الأمم المتحدة لدعم عملية السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي. ثمنت الولايات المتحدة جهود الاتحاد الأفريقي لإطلاق محادثات سلام في إثيوبيا في أقرب وقت ممكن لحل النزاع المستمر في منطقة تيجراي. ورحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بإطلاق عملية محكمة وقوية قائمة على الاستعداد لإنهاء القتال في شمال إثيوبيا والسعي لحل القضايا العالقة من خلال الحوار. وأكد بلينكين على استعداد الشركاء الدوليين لدعم هذه العملية. حقق المرشحون المدعومون من الرئاسة الروسية فوزا كاسحا في الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد، واحتفظ جميع حكام المناطق 14 الحاليين الذين ترشحوا لإعادة انتخابهم بمناصبهم. وحافظ حزب روسيا الموحدة التابع للكرملين على الأغلبية في معظم المجالس التشريعية في المناطق والمدن. قال السفير الكوري الجنوبي لدى الأمم المتحدة إن فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية سيكون أمرا لا مفر منه، ذلك حال قيام بيونغ يانغ بإجراء تجربة نووية سابعة. وأضاف السفير أن التجربة النووية لكوريا الشمالية قد تمثل تحديا مباشرا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تمس المصالح الخاصة بالصين وروسيا اللتين يتعين عليهما الدفاع عن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. يبدأ رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول جولة خارجية تشمل كل من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا اعتبارا من الأحد المقبل. وذكر المكتب الرئيسي أن الرئيس الكوري الجنوبي سيشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر في نيويورك، وأنه سيحضر الجنازة الرسمية لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية يوم 19 سبتمبر في لندن. كما سيزور الرئيس الكوري الجنوبي كندا لإجراء محادثات ثنائية مع رئيس وزرائها جاستن ترودو. في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ودعما للجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقعت مؤسسة حياة كريمة والبريد المصري بروتوكول تعاون. ويهدف البروتوكول صرف إعانات شهرية للفئات الأكثر احتياجا عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية في جميع القرى، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي بتلك القرى وتعظيم قدراتها بما يوفر حياة كريمة لمواطنيها. أجرى محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان جولة تفقدية لمتابعة عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تهدف جولة المحافظ إلى دفع الأعمال وتدليل المعوقات وحل المشكلات ميدانيا للانتهاء من كافة المشروعات وتسليمها وفقا للجدول الزمني المتفق عليه. وأكد المحافظ أهمية مبادرة حياة كريمة كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، ذلك في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار بالاستغناء عن معلمي المدارس الحكومية من غير خريجي كليات التربية والاكتفاء بالتربويين فقط. وأكدت وزارة التربية والتعليم استمرار كافة المعلمين سواء خريجي كليات التربية أو غيرها من الكليات الأخرى في وظائفهم دون استبعاد أي منهم، مشيرة إلى أنه من المقرر تعيين معلمين جدد بالمدارس بموجب مسابقة 30,000 معلم الجاري عقد اختباراتها خلال الفترة الحالية.
في إطار تطوير المنظومة الطبية لتقدم أفضل خدمة للمواطن، فقد تم تطوير عدد من المستشفيات منها مستشفى حميات بنها، وقد تكلفت أعمال تطوير المبنى بالكامل حوالي 40 مليون جنيه. يعد مستشفى حميات بنها من أهم المستشفيات التي تقدم خدماتها للمرضى، خاصة في حالات الأمراض المعدية وأمراض الكبد والجهاز الهضمي. كونها تتميز بموقع جغرافي يخدم أهالي محافظات مجاورة مما يزيد العبء على مستشفياتها، تتمتع محافظة القليوبية باهتمام كبير من القيادة السياسية. في إطار جهود الدولة لتحسين الخدمة الصحية داخل المستشفيات الحكومية، تم إدراج مستشفى حميات بنها للتطوير ورفع الكفاءة. المرحلة الأولى كانت بتشمل الأقسام الداخلية بسعة 64 سرير، قسمين للكورونا وقسمين للأمراض المعدية وقسم الكبد والجهاز الهضمي وقسم الأطفال. المرحلة الثانية وكانت بتشمل تطوير مبنى الاستقبال والعيادات الخارجية والطوارئ، الصيدلية، قسم التعقيم والمغسلة، قسم الأشعة، وتم تركيب جهاز أشعة مقطعية على أعلى مستوى. تم رفع كفاءة مبنى العنايات داخل المستشفى. مستشفى حميات بنها يعد من أهم المستشفيات التي تقدم خدماتها للمرضى، خاصة في حالات الأمراض المعدية وأمراض الكبد والجهاز الهضمي، مع مراعاة الرعاية الصحية والجسدية والنفسية للمريض. احنا بندرب الأطباء والتمريض وجميع العاملين في المستشفى على أحدث معايير الجودة، علشان نطمن أن الخدمة الصحية اللي بتقدم للمريض تكون على أحسن مستوى. بنحط لهم سياسات للعمل وبنحدثها كل سنتين، علشان برضو نطمئن أن المريض بياخد أحسن خدمة وأفضل خدمة. المعمل قدر أن هو يعمل 110 ألف مريض أن هو يعمل لهم تحليل كوفيد-19، ومعمل البي سي آر برضو في مستشفى حميات بنها أثناء مبادرة الرئيس لعلاج فيروس سي، عمل 125 ألف حالة. وبالنسبة برضو للمعمل خلال الفترة اللي فاتت دي تم تطويره بتوفير جهاز للهرمونات لعمل تحليل الباراثايرويد هرمون والفريتين لمرضى الكلى الموجودين في المحافظة حوالي 1100 مريض. المستشفى يدعم أيضا التعليم الطبي المستمر للكوادر من أطباء وممرضين وإداريين، ويلتزم بتطبيق نظام الجودة، كما يلتزم بإيجاد بيئة تتميز بالسلامة والأمان وتقليل المخاطر لجميع العاملين والمرضى والموظفين والزوار. أحسن وأنقى بكثير، الناس هنا زي الفل، الدكاترة أحسن، استقبالهم أحسن، الحمد لله أحسن كثير عن الأول. خدمة 100-100 هنا، والمستشفى 100-100، والتطوير كان الأول كان المستشفى التطورات بتاعتها كانت تعبانة، الوقت ما شاء الله يعني بقت 100-100. تم البدء في تطوير المستشفى على 3 مراحل، حيث يتكون من مبنى العنايات الذي يقدم الخدمة للحالات الحرجة، كما يقدم المستشفى خدمة التحاليل الطبية الكاملة لأهالي محافظة القليوبية وبعض المحافظات المجاورة. الآن وقفتنا الاقتصادية بنشرة 9 يقدمها الزميل مصطفى مزار. إليك مصطفى. شكرا ياسر عبد الستار، شكرا حكمة عبد الحميد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة 9. انخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 12.4% خلال يونيو الماضي لتسجل 3.21 مليار دولار مقابل 3.66 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2021. هذا وقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع في قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يونيو من 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال بنسبة 49.4%. في المقابل انخفضت قيمة الواردات بنسبة 7.7%. جهود متواصلة تبذلها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بالمحافظات المختلفة في مجال البنى التحتية ومياه الشرب والصرف الصحي. يأتي على رأس تلك المشروعات مشروع إحلال وتجديد محطة التشيكي بحي شرق أسيوط بعد 5 سنوات من العمل المستمر.
جهود حثيثة تبذلها الدولة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. ويأتي ضمن تلك الجهود إحلال وتجديد محطة مياه التشكي المرشحة بحي شرق مدينة أسيوط بتكلفة تصل إلى 242 مليون جنيه لخدمة مدينة أسيوط مع التوسعات العمرانية لها، حيث تم العمل بها على مدى 5 سنوات ويتم تشغيلها تجريبيا في أكتوبر القادم. النهاردة في محطة مياه التشكي حاضرين محطة طاقتها الإنتاجية 200 لتر في الثانية. الأعمال بتتم فيها أعمال رفع كفاءة ورفع طاقة استيعابية من 200 لتر إلى 600 لتر في الثانية. دي بتخدم حوالي 400 ألف نسمة في مدينة أسيوط. طبعا رفع الطاقة الإنتاجية دي طبقا للزيادة السكانية اللي موجودة، بحيث ان مستوى ان شاء الله الفرد كان 125 لتر في اليوم، حاول نرفعه ل 175 لتر في اليوم. تم الانتهاء من احلال وتجديد المحطه لخدمه منطقه غرب وشرق مدينه اسيوط ومنطقه عرب المدابغ، وذلك في اطار خطه المحافظه لرفع كفاءه وقدره المحطات القائمه حاليا لتلبيه الطلبات المتزايده على المياه. المعمل عندنا هنا بينقسم شغله على محورين اساسيين. المحور الاولاني جزء خاص بمتابعة تشغيل المحطة الألماني المرشحة والتجارب المعملية اللي بتجرى عليها، التجارب اليومية اللي بتجرى على أعيين طرد المحطة لمدى الحكم على جودة المياه الخارجة، ولابد أن هي تكون خارجة مطابقة للمواصفات القياسية. كما تم عمل إحلال وتجديد لمأخذ المحطة من نهر النيل، فضلا عن توريد وحدة ديزل للاستفادة منه في تشغيل المحطة فور انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة لعمل إحلال وتجديد لمحولات الكهرباء ومعمل مركزي مزود بأحدث الأجهزة الدقيقة اللازمة لعمل جميع التحاليل للمياه. إن شاء الله مع انتهاء تشغيل المحطة نقضي على مشاكل ضعف المياه في الأدوار العليا اللي بيشكي منها كمية ناس كتيرة من داخل مدينة أسيوط. المحطة مقامة على مسطح 4.6 فدان. المحطة مستهدف لها أنها إن شاء الله تبدأ المراحل التجريبية مع نهاية 30/10 إن شاء الله 2022. هكذا تضع الدولة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على قائمة الأولويات في إطار استراتيجية تنمية محافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يتم بذل المزيد من الجهد والإسراع للانتهاء من كافة الأعمال بالمشروع مع دخوله الخدمة طبقا للجداول الزمنية المحددة لتقديم أفضل الخدمات لأبناء محافظة أسيوط. إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوع بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق بثلاثة مليارات وثمانمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى 714.8 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10356 نقطة مرتفعا بما نسبته 75% ليغلق عند مستوى 10434 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان عند مستوى 2287 نقطة مرتفعا بنسبة 9% ليغلق عند مستوى 2290 نقطة. وقد فتح مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان عند مستوى 3276 نقطة ليصعد بما نسبته 1% ليغلق عند مستوى 3279 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيها و31 قرشا للشراء و19 جنيها و38 قرشا للبيع. أما بالنسبة لليورو فقد وصلت قيمته إلى 19 جنيه و53 قرشا للشراء و19 جنيه و62 قرشا للبيع. بالنسبة للجنيه الاسترليني فقد وصلت قيمته إلى 22 جنيه و54 قرشا للشراء و22 جنيه و64 قرشا للبيع، في حين وصل الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و25 قرشا للشراء و5 جنيهات و27 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي والذي وصلت قيمته إلى 5 جنيهات و13 قرش للشراء و5 جنيهات و16 قرشا للبيع.
في أسواق المعادن النفيسة قفزت أسعار الذهب 1% لتصل إلى 1726 دولار للأوقية، ومحليا سجل الذهب عيار 18 ما قيمته 956 جنيه، بالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1115 جنيه، وبالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1274 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 8920 جنيه. قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية بندر بن إبراهيم الخريف إن المملكة تخطط لبناء 3 مصانع للحديد والصلب بتكلفة تقدر ب 35 مليار ريال أو ما يعادل 9.32 مليار دولار، وتجرى محادثات مع المستثمرين المحليين والدوليين. وأضاف الوزير أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية لتلك المصانع ستبلغ نحو 6.2 مليون طن. وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. مشاهدينا الكرام، نعود لاستكمال ما تبقى مع ياسر وحكمة. شكرا لك مصطفى. تشتهر واحة سيوة بالسياحة العلاجية التي يقبل عليها العديد من المصريين والسياح الأجانب من مختلف الدول الأجنبية والعربية. ومن أبرز أنواع السياحة العلاجية بواحة سيوة الدفن في الرمال الساخنة بجبل الدكرور بجنوب سيوة، وتبدأ من شهر يونيو وتستمر حتى سبتمبر. في قلب الصحراء وبعيدا عن مظاهر المدنية يلجأ الإنسان إلى الطبيعة البكر بحثا عن الخلاص من أمراض أضطه ربما لسنوات. إلى الجنوب من مدينة مرسى مطروح وبعمق 300 كيلومتر في الصحراء يتوافد مريد السياحة العلاجية إلى واحة سيوة من المصريين والسياح الأجانب من مختلف الدول الأجنبية والعربية. الدفن في الرمال الساخنة من أبرز أنواع السياحة العلاجية بواحة سيوة بجبل الدكرور بجنوب سيوة التي تبدأ من شهر يونيو وحتى سبتمبر. وتداوي بالرمال بيعالج يعني كذا مرض، بيعالج الروماتيزم، الروماتويد، التهاب المفاصل، الغضروف، الأملاح الزيادة، الدهون الزيادة، الكوليسترول الزيادة، الدوالي. والعلاج ده احنا تورصناه من الأجداد، إنه هو بيعالج كل الحاجات ديت. إن رجع للسر، السر بيرجع لربنا سبحانه وتعالى وتكوينات الرملة، احنا بنتخذ بالأسباب والشافي هو الله. حفر بالرمال الغنية بالمعادن الطبيعية يدفن بها المتعالج، ويطبق برنامج علاجي مجدول بالنظر لحالته الصحية. الجلسات بتختلف من حالة لحالة، يعني روماتيزم خفيف أو بسيط ثلاث أيام هم كافيين للعلاج. لو واحد عنده روماتيزم والتهاب مفاصل وصل عنده غضروف بيحتاج 5 جلسات، وصل الحد ان عنده روماتويد بيحتاج 7 جلسات. علاج متوارث من الأجداد تدعمه أسانيد علمية، حيث تساعد المعادن التي يمتصها الجسم من الرمال على الحد من الأكسدة والعوامل المسببة لإضعاف الخلايا الغضروفية وتحسين وظيفتها، مما يقلل من نسبة الألم. والآن جاء موعد الفقرة الرياضية مرة أخرى ومصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا حكمة وشكرا ياسر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة نستعرض فيها أحوال الكرة والملاعب محليا وعالميا. أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خاصة خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وقد شهدت هذه الفقرة التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين. تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين، وقامت كل مجموعة بخوض تدريبات بدنية بالكرة وبدونها تحت إشراف من مخطط الأحمال. يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة إلكت سبورت تشادي في 18 من سبتمبر الجاري في الكاميرون ضمن منافسات الذهاب لدور 64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
تنطلق غدا مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. من أبرز مواجهات الغد يحل برشلونة الأسباني ضيفا على بايرن ميونخ الألماني، بينما يستضيف ليفربول الإنجليزي فريق أياكس أمستردام الهولندي، ويلتقي إنتر ميلان الإيطالي مع فيكتور بلازان التشيكي. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تأجيل مباراة أرسنال الإنجليزي وأيندهوفن الهولندي في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة الدوري الأوروبي، والتي كان مقرراً لها يوم الخميس القادم. أوضح اليويفا أنه سيتم الإعلان عن موعد جديد للمباراة في الوقت المناسب، وأضاف أن التأجيل يرجع إلى الضغوط المشددة على الشرطة بسبب الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالأحداث الجارية والحداد الوطني على وفاة الملكة إليزابيث الثانية. أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا رسميا لإصدار تحديثات حول موقف إقامة المباريات في الكرة الإنجليزية بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية. وقال الاتحاد الإنجليزي قال إنه سيكون هناك تنسيق بين بطولات الدوري والأندية والسلطات المختصة لتنظيم عودة المباريات، وأضاف أنه سيوصي الأندية والبطولات والمسابقات في جميع أنحاء البلاد بالتزام الصمت لمدة دقيقة حداد قبل بدء المباريات وارتداء إشارات سوداء. أضاف أن جميع مباريات كرة القدم والمقرر يوم جنازة الملكة يوم الاثنين 19 من سبتمبر الجاري سيتم تأجيلها. أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي عن التعاقد مع المهاجم الأسباني دييغو كوستا لمدة موسم واحد. قد سبق أن لعب كوستا مع تشيلسي من 2014 وحتى 2017 قبل أن يعود من جديد إلى صفوف أتلتيكو مدريد. أصبح كوستا دون فريق منذ رحيله عن أتلتيكو مينيرو البرازيلي في بداية العام الحالي. انتهت جولتنا الرياضية مشاهدين الكرام، لكن أخبار التاسعة ما زالت مستمرة، نعود لاستكمالها مع حكمة وياسر. شكرا لك مصطفى. تحل اليوم ذكرى وفاة الموسيقار بليغ حمدي صاحب الألحان الوطنية التي لن تمحى من ذاكرة المصريين. من بين تلك الأعمال عد النهار لعبد الحليم حافظ، وعلى الربابة لوردة، ويا حبيبتي يا مصر لشادية، وغيرها من الكثير من الأغاني المرتبطة بكل شبر من أرض الوطن. الآن وقفتنا مع الأرصاد الجوية والطقس. مرة أخرى نعود إلى مصطفى مزار. إليك مصطفى. شكرا ياسر وشكرا حكمة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض أو على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 33 درجة، والصغرى 23 يكون الجو فيها حار. في الأسكندرية 30-23 يكون حار، في مطروح 29-24 يكون مائل للحرارة، في بورسعيد 31-25 يكون الجو حار، في الإسماعيلية 33-23 يكون الجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 33 درجة، والصغرى 24 درجة ويكون الجو فيها حار. في العريش 32-24 يكون الجو حار،
في طابة 33-24 يكون الجو حار، في شرم الشيخ 37-28 يكون الجو أيضا فيها حار، في الغردقة 35-26 ويكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 40 درجة مئوية والصغرى 25 يكون الجو فيها شديد الحرارة، في أسوان كذلك 41-26 ويكون الجو أيضا شديد الحرارة، في الوادي الجديد 39-22 ويكون الجو حار، في شلاتين 37-27 يكون الجو حار، وأخيرا في حلايب 33-27 ويكون الجو فيها أيضا حار. والآن مشاهدين الكرام نترك حضراتكم مع درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. الآن مشاهدي الكرام نترك حضراتكم مع هذه اللقطة، اللقطة الأبرز لهذا اليوم. انتهت نشرة الأخبار وإليكم أهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يواجه بسرعة الانتهاء من مشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وإتاحتها للمواطنين بشكل ميسر. مدبولي يبحث مع محافظ البنك المركزي مؤشرات السياسة النقدية وآخر مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وكالة الطاقة الذرية تتحدث عن مؤشرات إيجابية من موسكو وكييف بشأن إقامة منطقة أمنية حول محطة زابوريجيا النووية.
إذن انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمر. ويوسف الحسيني، مساء الخير يا أستاذ يوسف. مساء الفل يا أستاذ ياسر. ازيك يا أستاذ حك؟ ازيك يا يوسف؟ انبسط انا كده لما تأستز، مش عارف ولا بنبسط ولا حاجه، عادي يعني. حبيبي عاملين ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. يا رب يكون كل حاجه سعيده، حلقه موفقه ان شاء الله. ربنا يخليكم يا رب. واستاذنكم نبدا فقراتنا، اتفضل.